بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه الطيبين. اليوم بغينا نتكلموا على شيء الناس يعانيوا منه. علاش؟ هو الأخطاء ديال الماكلة في الزنقة، أخطاء تاع ماكلة الزربة، أخطاء تاع ماكلة المقلي، أخطاء تاع المعلبات، بالإضافة إلى أخطاء ديال تناكلوا الفواكه فوق الغداء وفوق الطاجين وتناكلوا ماكلة الليل. شنو هذا المشكل اللي تسبب هاد الاخطاء هذه؟ كونوا على يقين ما يسمى بالقرحة المعده، اللي هي تبدا اولا التهاب تاع الميكوز غاستريك، وهذا الالتهاب تاع الغلاف الداخلي تاع المعده بالاضافه الى افرازات الاحماض الكثيره، وغالبا تيكون داك الهيليكوباكتيري. الناس اللي تيخافوا منه، انا ما تنخافش منه، وعطيت الناس طرق باش يعالجوه بسهوله. غادي ندير لكم حلقه خاصه بالهيليكوباكتير، ما تخافوش منها. بين حبوبتي والمرجان ويسين نقي ماكلته، الهيليكوباكتير تيتعالج واحد الامان خارق جدا، وغادي نتكلموا عليه كثير، وغتلقاو دي فيديو مهمين في هذا الاتجاه اللي غادي نوركم الطريق ديالكم باش تحلو. هذا الهيليكوباكتير تتشد داك الجرحه في المعده، تبدا تتنخر، وهي تتنخر وتنزيدو نعيشوا المشكل تاع 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 لولسيغ ديستوما او قرحه المعده، وخصنا نتعلموا نتغلبوا عليها. اذا قرحه المعده، عقلوا القاعدة الأساس، ملي تكون عضو مريض أول شيء خصو يرتاح، وكان ريحوا المعدة ما ناكلوش، بالعكس. أول أساسية اللي نتعلموا أن نستعملوا ناخذوا الماء مغلي ننقيوه. علاش؟ باش نريحوا لا ميكوز وننشطوها ونحاولوا نهيئوا أرضية. علاش؟ باش ملي تبغي تبني من جديد هاد لا ميكوز غاستريك، أنه هاد الغلاف الداخلي تاع المعدة، خصنا نسهلوا له الطريق. حنا عندنا 3 شهور تنقدروا نبنيوا الغلاف الداخلي، يعني انه نجريوا على القديم، والجروح كلها اللي تتكون كلها تمشي مع القديم، حيت الغلاف الداخلي تاع المعده تتجدد ممكن 2 مرات في الشهر، ممكن 3 مرات في الشهر. هادشي غادي نعاودوا نقادوه ونعطيكم لو بلان او الجدول كيف الخلايا الجسم تتجدد. المساله الثانيه، ملي تناخذوا الماء مغلي وتنقيو وتندفعوا الى اعاده بناء الغلاف الداخلي، تنتعلموا ناخذوا كاس كبير تاع الماء مغلي مع العسل، معلقه كبيره، وممكن مع طلع النخيل نص معلقه صغيره. هذا الكاس هذا تناخذوه مع 6 صباح ومع 8 صباح ومع 10 ومع 12 ونص، تنبعدوا من الاكل 100%. وفي العشيه عاود تنطلقوا مع 3 5 7 9 وال 10 ونص الليل. من غير هذا الشيء ممنوع. فقولوا ديال الثوم باش نساعدوا على عمليه الامتصاص وقريص النحل. عندي 3 شهور تنطلعوا غلاف جديد، مزيان، وهكذا تنحسوا براسنا على انه ملي تنقدروا نبنيو غلاف داخلي تاع المعده، تنقدروا نطلعوا معده جديده بدون قرحه، بدون التهابات، بدون عياءات، وهكذا تنقدروا نتغلبوا على القرحه بطريقه ذكيه بدون مشاكل. حقات تقول لي كاين الحموضه، الماء مغلي تيحيد الحموضه، بطاطا خضراء تحيد الحموضه، تيمكننا نشدوا المعدن 2 معلقات كبار ونعصروا تفاح او رمان وتنطحنوا معه وتتعلموا نشربوا عده مرات في اليوم، وهكذا تنحسوا براسنا على انه المشكل تاع قرحه المعده، حموضه المعده، التهاب المعده، انغاستريت، هذه كلها اشياء مضى عليها الزمان، لان العلم بين التغذيه الصحيحه وبطريقه صحيحه والمقادير الصحيحه. اما الهيليكوباكتير خصها دي زونتيبيوتيك 30 عام ونبقى مريض بها ونزق واحد في السرطانات، والنتائج الناتجه على هذا الامر، هذه كلها اخطاء مضى عليها الزمان. علم التغذيه عميق متميز، خذوا لي بلون دو ترافي غتشوفوا على انكم كل شيء ممكن تغلبوا عليه. ففكره اللي ما يمكنليش ما نتكلمش عليها، لو بدها تكون عندكم زيت الزيتون ديما متى تاخذوا الى تعصرتيه في البريسون زافروا، تتلقى ذاك الكحل اللي تيكون لتحت تيتسمى التخت، الى ايدروفوب، واخا هذا هو غالبا تيبقى في الزيت وتينزل من الزيت. ولكن كاين واحد المرجان لا مارجين، الماء كحل ديال الزيتونه، حتى هو تيكون 40% في الزيتونه. هذا خديتيه او خديتيه هذا التخت جيلاتيني، خديتيه هذا او خديتيه هذا 100 غرام في النهار، كونوا على يقين خذوا قبل الماكله او مع الماكله او بعد الماكله 100 غرام حتى 200 غرام في النهار، قسموها على 5 7 المرات في النهار. هذا بوحده كافي، نباتي 100%. وتاخذوا هذا التخت او هذا المرجان 3 شهور، معده تطلع جديده،
باي باي القرحه والحرقه وليغاز اي لي بالونمون وليسير 100% تيبرا بدون مشاكل. وهذا هو العلاج للكوباكتير اللي كنا بدينا بدايه وغادي نعمقوا الكلام عليه. كونوا على يقين لا امراض مستعصيه مع الطبيعي، انتم اسياد والطبيعي موجود، فلا امراض مستعصيه الا كنا جديين. والسلام عليكم.